اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 2 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 4 اللي بعنوان تيبل اند البار جراف. كنا اتكلمنا عن البار جراف في اول 3 ليسونز وعرفنا ان البار جراف يعتبر واي اوف ريبريزنتنج الداتا، يعتبر طريقه من طرق توضيح البيانات او تمثيل البيانات. النهارده هنعمل تيبل من البار جراف، يعني المعلومات اللي موجودة عندي في البار جراف هنكتبها في تيبل. ليه؟ علشان نسهل على نفسينا ان احنا نتعرف على البيانات بسرعة. طيب تعالوا مع بعضنا نشوف الليرنينج بوينت دي بيقول لي ايه. بيقول لي ان احنا ممكن نعبر عن البيانات باكتر من طريقة. احنا كنا درسنا في اول 3 lessons لما يكون عندي بيكتشر زي دي وفيها عندي معلومات، المعلومات دي ممكن امثلها بجراف زي ده. الجراف ده سميناه الفيرتيكال بار جراف، وقلنا ان بيكون ليه اسم، الاسم ده بيعبر عن الحاجات اللي هنعرفها منه. يعني التيبل ده اسمه الفروتس اند فيجيتابلز، يعني الفواكه والخضروات اللي هتبقى موجوده على الستاند ده. طيب ايه نوع الفواكه والخضروات؟ مكتوبه تحت هنا. طب وهنا بيتكتب عددهم، عندي الكاروت، عندي الجزر، عندي منه كام واحده؟ ادي 1 2 3 اند 4. عملنا ايه؟ عدينا البوكسز دي وشفنا اخر البار فين، ورحنا بعينينا لقينا هنا 4 عشان ناكد على العد بتاعنا. يبقى انا لما باجي اطلع المعلومات من البار جراف لازم اعمل ايه؟ لازم اكاونت، يا اما هكاونت يا اما بعيني هروح لنهايه البار واشوف نهايه البار واقفه لحد فين، واقول ان النمبر ده هو اللي بيعبر عن عدد الابلز اللي عندي. طيب عايز اطلع المعلومه بتاعت الكورن، عندي قد ايه من الذره؟ نفس الكلام، يا اما هنعد يا اما هنروح بعينينا على طول لنهايه البار واشوف هو بيشير لايه او النمبر اللي قدامه ايه، يبقى النمبر ده هو العدد بتاع الكورن. طيب هنعمل ايه بقى الدرس ده يا اولاد؟ هناخد النمبرز دي نحطها على طول في تيبل. يعني مثلا الكاروت او الجزر عندي كام واحدة؟ عندي 4. بنعمل تيبل كده وبنحط العنوان ده، نخليه هو العنوان بتاع التيبل، وبنكتب الكايند او النوع اللي عندي، وبنكتب النمبر، يعني الهوريزونتال لاين اللي مكتوب فيه الاسماء ديت بنكتب هنا الكايند يعني النوع، والفيرتيكال لاين ده بنكتب هنا الايه؟ النمبر او عددهم كام. نيجي نبص على الكاروت على طول نلاقي ايه؟ نلاقي 4، والابل نلاقي 6. يبقى انا اول ما ابص على التيبل فهمت على طول ان الكاروت عندي منه 4، وعرفت على طول ان الابل في عندي منهم 6 تمام، والكورد 3. يبقى انهي الاسهل يا اولاد، ان احنا نطلع البيانات من البار جراف ولا نطلع البيانات من التيبل؟ لا طبعا نطلع البيانات من التيبل اسهل، لان هو كاتب لي المعلومه على طول، ما بنروحش نعدها ونبص بعينينا هي ايه، هي بتشير لانهي نمبر تمام. يبقى احنا اتعلمنا دلوقتي ان عندنا حاجه اسمها تيبل. التيبل ده بيكون فيه نفس المعلومات اللي موجوده في البار جراف. يلا مع بعضنا نشوف البراكتس ده. بيقول لي هنا read the table، يعني اقرا التيبل ده. خلاص احنا عرفنا ان التيبل ده احد الطرق اللي بتعرف منها على البيانات. طيب التيبل ده عنوانه ايه؟ عنوانه الفيفوريت اكتيفيتي. يبقى انا من العنوان عرفت ان احنا هنتكلم على هوايات او انشطة مفضلة او حاجات احنا بنحب نعملها. طيب ايه نوع الاكتيفيتي؟ التايب اوف ذا اكتيفيتي، والنمبر يعني عدد الاولاد اللي بيحبوا يعملوا الاكتيفيتي دي. طيب التايب الارت، الارت يعني الرسم. لما اشوف قدامها 4 افهم ايه؟ افهم ان انا عندي 4 ستودنتس او عندي 4 اولاد بيحبوا الايه؟ الارت. طيب السبورتس الرياضه، ممارسه الرياضه بوجه عام. لما ابص قدام عيني واشوف 7 افهم ايه؟ افهم ان انا عندي 7 اولاد بيحبوا السبورتس. الميوزك لما اشوف قدامها 5 افهم ايه؟ افهم ان احنا عندنا 5 children بيحبوا الميوزك.
طيب الريدنج 10 يعني ايه؟ الريدنج قدامها 10 يعني we have 10 students like reading. يلا نشوف another exercise. بيقول لي shade in the graph to show the same data. هنا بقى عايزنا نبص على التيبل ونعمل منه البار جراف. مفيش مشكلة خالص. ليه؟ الاكتيفيتي دي هنحطها هنا على الهوريزونتال لاين، وزي ما احنا متعودين بنحط النمبر على الفيرتيكال لاين ده. طيب الارت قدامها كام؟ قدامها 4. يبقى اعمل ايه؟ يبقى نشيت 4 بوكسز او نلون 4 بوكسز. ادي كده 1، ادي كده 2، ادي كده 3، ادي كده 4. يبقى احنا بننقل المعلومات اللي موجوده في التيبل على البار جراف. يلا السبورتس نطلع نبص على التيبل نلاقي قدامها كام؟ قدامها 7. يبقى نلون 7 بوكسز. ادي 1 2 3 4 5 6 and 7. اللي بعد كده عند الميوزك قدامها كام؟ قدامها 5. يبقى نشيت 5 نلون 5. ادي كده 1 2 3 4 and 5. اللي بعد كده الريدنج نبص يلا على التيبل نلاقي قدامها 10. يبقى نلون او نشيد 10 بوكسز. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. وزي ما انتم شايفين الدرس سهل جدا. طيب بيقول لي ايه بعد كده؟ بيقول لي use the graph to answer the questions. عايزين نبص على الجراف ده ونجاوب. Which activity is the most favorite؟ ايه هي الاكتيفيتي المفضله او اللي معظم الاولاد بيحبوها؟ انا عرفت منين اللي هي المفضله؟ علشان كلمه the most. كلمه the most زي ما اتفقنا معناها الاكثر او الحاجه الكتيره. طيب مين هنا اكتر واحده؟ بنعمل ايه؟ بنبص على الجراف ونشوف مين اكبر بار. اكبر بار اللي هو بتاع الريدنج. هو بيسالني عن الاكتيفيتي، يبقى نكتب ايه؟ نكتب واحده من دول. مين الموست فيفوريت؟ الموست فيفوريت از الريدنج. طيب which activity is the fewest favorite؟ fewest يعني الاقل او اقل واحده فيهم. مين اقل اكتيفيتي الاولاد بيحبوها؟ اقل اكتيفيتي نروح نبص على البار نلاقي ان الارت 4، يبقى دي اقل واحده. يبقى الفيوست فيفوريت اكتيفيتي از الارت. يلا مع بعضينا نشوف انذر براكتس. بيقول لي لوك ات ذا بيكتشر ذن كومبليت ذا تيبل. يعني نبص على الصوره كويس ونشوف الحاجات اللي فيها وبعد كده نكمل التيبل. فين هو التيبل؟ اللي هو التيبل ده. التيبل ده اسمه ايه؟ التيبل ده اسمه الماربلز كولرز، يعني الالوان بتاعت البيلي. فين البيلي؟ اللي هو ده اللي بيلعبوا بيه الاولاد. طيب عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف عددهم. ليه؟ لان هو هنا كاتب لي النمبر، كاتب لي الكولر، الكولر بتاع الماربل بتاع البليه وعددها. لما نشوف هنا كلمة ريد المفروض نعمل ايه؟ المفروض نروح على الرسمة ونطلع كل المعلومات بتاعت الريد ماربلز. المعلومات اللي عايزين نعرفها عن الريد ماربلز، عايزين نعرف النمبر بتاعهم قد ايه؟ عددهم قد ايه؟ يلا نعد. ادي كده 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى نروح على التيبل ونكتب 7 قدام الريد. بعد كده كاتب لي بلو. نعمل ايه؟ نروح على الرسمه ونطلع المعلومات اللي على البلو ماربل. طب ايه المعلومات اللي عايز يعرفها؟ عايز يعرف عددهم. يلا نعد. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. في واحده هنا اهي. يبقى نيجي على التيبل ونكتب ايه؟ نكتب 10. بعد كده اليلو، اليلو ماربلز، يلا نعدهم 1 2 3 4 and 5. بعد كده الجرين، يلا نعد الجرين 1
2 and 3. اخر واحده معانا البينك ماربلز، يلا نشوف عددهم قد ايه. 1 2 3 4 5 6 7 and 8، يبقى نكتب 8. اللي احنا عملناه دلوقتي يا اولاد، المعلومات اللي عندنا في البيكتشر دي او الداتا اللي عندنا في البيكتشر دي وضحناها في صوره تيبل. يبقى انا بدل ما اروح على الرسمه واعد، ابص على طول على التيبل اطلع منه المعلومات. يعني مثلا انا لو شفت التيبل ده كده من غير الرسمه افهم ايه؟ افهم ان احنا هنتكلم على الماربلز كولرز، الوان البلج، وهفهم ان البلي بتاعي ده في منه الاحمر والازرق والاصفر والاخضر والبينك. ولما اشوف 7 قدام الريد ده معناه ان انا عندي 7 ريد ماربلز. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز ده. بيقول لي فروم ذا تيبل كومبليت ذا بار جراف. طيب مين هو التيبل؟ اللي هو التيبل اللي احنا عملناه من شويه بتاع الماربلز كولرز. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل بقى البار جراف ده. طيب هنعمل ايه؟ هنرجع للصفحة اللي فاتت، هنلاقي ان انا عندي في التيبل كم واحدة ريد؟ عندي 7. يبقى اجي عند البار اللي اسمه ريد وين كولر او نشيد 7 بوكسز. نعمل كده لحد ما اوصل لل 7. ادي كده 6 and 7. وكان عندنا البلو ماربلز كان عندي منهم 10. نعمل ايه؟ نلون 10. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. سهل قوي. وكان عندنا 5 يلو ماربلز. ادي كده 1 2 3 4 and 5. وكان عندنا كام واحدة جرين؟ كان عندنا في التيبل 3 جرين ماربلز. يبقى نعمل كده 1 2 and 3. آخر حاجة البينك كان عندنا 8. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. يبقى احنا هنا عبرنا عن المعلومات او الداتا اللي موجودة في البيكتشر بتاعت الماربلز عن طريق بار جراف. وواضح جدا يا اولاد ان التيبل بيعرفني المعلومات اسرع من البار جراف. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي بقى ايه؟ use the bar graph to complete the following. وعايزكم تركزوا معايا في الحته دي. اول حاجه the color of the most marbles is، يعني البلي اللي انا عندي منه كتير. the most احنا قلنا قبل كده معناها الاكثر، يعني اللي عندي منه كتير. اوكي نيجي نبص هنا، هو بيسالني عن الكلر، نلاقي ان البلو عندي منه كتير، يبقى الكلر اوف ذا موست ماربلز از بلو. السؤال اللي بعد كده ذا كلر اوف ذا ليست ماربلز از، ذا ليست يعني الاقل، يعني مين اقل لون عندي في البلي؟ نيجي نبص كده نلاقي ان الجرين ماربلز وي هاف جاست 3 جرين ماربلز، عندنا منهم 3 بس. يبقى الكلر اوف ذا ليست ماربلز از بيسالني عن الكلر، نكتب جرين از جرين. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا نمبر اوف يلو ماربلز از، نيجي عند اليلو ماربل نلاقي ان البار اخره لحد 5، يبقى النمبر اوف اليلو ماربلز از 5. اللي بعديها ذا نمبر اوف البينك ماربلز از ايه، نروح على البينك ماربلز نلاقي ان البار بتاعها لحد الايه؟ لحد الايت. ولو بصينا في التيبل هنلاقي مكتوب ايت على طول، يبقى النمبر اوف البينك ماربلز از ايت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ليست ذا ماربلز كولر داتا فروم ذا ليست تو ذا جريتست، يعني ايه؟ يعني اكتب بالترتيب الوان البلي من القليلين للكتير. مين عندي اقل واحد؟ عندي الجرين، واللي بعديه عندي اليلو، واللي بعديه الريد، واللي بعديه البينك، زين البلو. يبقى اول حاجه نكتبها الجرين،
وبعد كده اليلو، وبعد كده الريد، وبعد كده البينك، وبعد كده البلو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نحل شيت 4. بيقول لي look at the picture then complete the table. الأول نبص في الصورة، الصورة فيها بعض المعلومات، فيها some data، عايزين نكتب المعلومات دي في صورة table. ده هنا table، ده مش bar graph، ده table. طب اسم التيبل ايه؟ الـ beach elements، يعني في عندي حاجات موجودة على الشاطئ. ايه الحاجات اللي عندي؟ ايه الاليمنتس اللي عندي؟ عندي السي تشير، عندي كراسي البحر. هنا بيقول لي النمبر، يعني عايز يعرف هنا عددهم قد ايه. نروح نبص في البيكتشر ونعد السي تشيرز. ادي كده 1 وادي كده 2، يبقى انا عندي منهم 2. يلا البولز، الكورة، عندي كام كورة؟ ادي 1 2 3 4 and 5. الشوفل، عندي كام شوفل؟ عندي كام جاروف؟ عندي 1 2 3 4 5 and 6، يبقى we have 6 shovels. السي باكت اللي هو الجردل البلاستيك بتاع البحر، عندي منه كام واحد؟ ادي 1 2 3، we have 3 سي باكتس. الشيل اللي هي الصدفة او القوقعة، عندي كام واحدة؟ 1 2 3 and 4، يبقى we have 4 shells. ويبقى احنا كده عملنا تيبل لما نبص له نطلع منه كل المعلومات اللي موجوده في البيكتشر دي. طيب الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي فروم ذا تيبل كومبليت ذا بار جراف ذن كومبليت. يعني التيبل ده عايزين نبص عليه ونفهمه ونعمل منه البار جراف. طيب هو عنوانه ايه؟ الفيفورت سناكس، يعني الاكلات الخفيفه او الايه او الحاجات السريعه اللي احنا بنحب ناكلها بسرعه. هو بيقول لي ان احنا عندنا البيتزا وعندنا الهوت دوج وعندي البوتيتو وعندي البرجر. طيب النمبرز دي عباره عن ايه؟ عباره عن النمبر اوف بيبلز، عدد الاولاد اللي بيحبوا البيتزا 5. يعني الفايف دي مش عدد البيتزا، لا دي مش عدد البيتزا، دي عدد الاولاد اللي بيحبوا البيتزا. زي ما انتم شايفين السناكس اهي، البيتزا والهوت دوج والبوتيتو والبرجر. عندي هنا مكتوب ايه؟ النمبر اوف بيبلز، عدد الاولاد اللي بيحبوا البيتزا. طيب انا عندي البيتزا قدامها 5، نيجي على البار بتاع البيتزا ونكلر 5 بوكسز. ادي 1 2 3 4 and 5. اللي بعد كده الهوت دوج عندي 3، ادي 1 2 and 3، عندي 3 بيوبلز بيحبوا الهوت دوج. بعد كده البوتيتو في عندي 8 بيوبلز بيحبوها، يبقى ايه نلون 8 بوكسز. دي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. اخر حاجه عندنا البرجر، في كام واحد بيحبه؟ في 4. ادي كده 1 2 3 and 4. بعد كده بيسألني سؤال، بيقول لي ايه؟ بيقول لي list the favorite snacks from greatest to the least، يعني اكتب الاكلات السريعة المفضلة للاولاد من الجريتست، يعني نكتب في الاول اكتر اكلة محبوبة ونقعد نمشي، واخر حاجة نكتبها اللي هي اقل اكلة الاولاد بيحبوها. الجريتست يعني الكبير، الليست يعني الصغير او الاقل. طيب مين اكتر حاجه هنا الاولاد بيحبوها؟ البوتيتو، يبقى نكتب هنا البوتيتو. مين اللي بعديها؟ البيتزا. واللي بعد كده البرجر، واخر حاجه الهوت دوج. وبكده يا اولاد يبقى احنا خلصنا ليسون 4
لسون سهل وجميل اتعرفنا فيه على شكل جديد بنعبر فيه عن الداتا او البيانات او المعلومات اللي هو ايه اللي هو التيبل، وعرفنا ان التيبل اسهل من البار جراف علشان اول ما ببص فيه على طول بقدر اطلع المعلومات بسرعة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.